أيضا في ضوء توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على حزمة قرارات بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الدولة اعتبارا من الأول من يوليو القادم، وأيضا إقرار حزمة من الحوافز والمنح والعلاوات للموظفين، فضلا عن إقرار مخصصات مالية للتعيينات الجديدة في قطاعي الصحة والتعليم، وده بناء على ما عرضه الدكتور محمد معيط وزير المالية. عشان الناس بس اللي كانت بتسأل إمتى، يعني إحنا سمعنا الفترة اللي فاتت عن زيادة الحد الأدنى للأجور، كانت التساؤلات إمتى بقى هيتم تطبيق الكلام ده؟ بنشوف طبعا متابعه اول باول. امبارح كان في الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، شفنا مناقشه فيه العديد من الموضوعات، ده كان من اهم الموضوعات اللي تم مناقشتها، وهنتكلم بقى على ملف بعد قليل مع حضراتكم، هو ملف التعدي على الاراضي الزراعيه، ودي ثروه مصر القوميه، وهنجي لها كمان شويه مع حضراتكم عشان عندنا فيها تفاصيل كتير، لان ده طبعا كان توجيه من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي.